انك انت تسمع كلام لزملاء مذيعين او تقرا كلام لزملاء صحفيين او حتى الجمهور على السوشيال ميديا، الكلام ممكن رايح جاي، يعني ممكن تاخده وممكن تعلق عليه، لكن الغريب لما يكون الكلام على مستوى مسؤول. وهنا المسؤول الكابتن احمد سليمان، عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على الكره في نادي الزمالك الشقيق. كابتن احمد سليمان قال كلام له علاقه بالاهلي وبحائط صعب جدا الكل عايش عليه، نسمعه ونشوف. احنا كنادي الزمالك حصل ظلم كتير، يعني اكبر فضيحه في الكره المصريه حدف حسن شحاده في النادي الاهلي. دي اكبر فضيحه في الكره، انا اقل مواجهه ليه، اكبر فضيحه في الكره المصريه. اكبر فضيحه في تاريخ الكره المصريه. لا، اكبر فضيحه ايه؟ كابتن حسن شحاته كوره مش اوف سايد اتحسبت اوف سايد مهما كان درجه وضوحها، واخد بالك؟ وانه هنشوف تاثيرها على باقي، لكن الفضايح اظن ورينا الفضايح بقى. يا ابو الكباتن، لو عن واحده الوقت ضيق فهنقول له خد خمسه، لو الوقت يتسع كان ممكن تاخد 10 و20، وحاله من الحالات الغريبه جدا اللي انت تندهش ان ده كان موجود في الملاعب، بس عشان ضيق الوقت خد خمسه. ليه؟ محي بيلعب على طول عرضيه لحسام، حسام واحمد عادل، يقع على الارض حسام ومدي ضربه جزاء، مدي ضربه جزاء. المباراه على صفيح ساخن، ادي حسام، يعني الاعاده فيها كلام، ادي الاعاده، الكلام لاستديو التحليل استاذ النيل. حسام حسن يعدي صديق، يعدي عمرو، انما مصفر الحكم، فاول على عمرو انور، ضربه حره. طارق يحيى عاليه، تعب طويله توصل لسعيد الجدايبي، صلحها لما تبعد عنه، ياخدها الخطيب، الخطيب بيمشي، عبه جامده انما في رايه. وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا، وفي صفاره مرشدي بيقول ما فيهاش حاجه. وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا، وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا. مدافعين ولعبه حلوه قدام، ياخدها رضا برزكاري، رضا برزكاري وهشام يكن، هشام يكن مشي من هشام يكن، مشي من هشام يكن، والكرة عاود زكريا وهشام يكن، هشام يكن مش من هشام يكن. حسام مرعي بيفوت، علي باهر بيلعبها في العرض، ضربة جزاء، ضربة جزاء بيديها الحكم الدولي فاروق المحلي. الترسانة هنشوفها اهي مرة تانية، اهي الترسانة هنشوفها اهي مرة تانية، اهي دي ممكن تشوفها من طيب. يعني احنا كنا قايلين يعني خمسه، الحقيقه يعني دول تسعه، لا دول تسع حالات، ممكن يبقوا 50. كويس ان الوقت سمح بتسع حالات، بس اسمع، اختارهم ما جاتش، اوعدني انك تجيبها. بتاعه المنصوره، وعبد المنصف، عبد المنصف لما ضرب اللعيب بالبوكس، فاللاعب ضرب قلم على قفاه، بتضرب على قفاه، فاللعيب خد انذار، طرد المضروب، طرد المضروب، يخاف ازاي؟ كابتن عبد المنصف عمل سبرنت لمجرد ان اللاعب زق الكوره، لاعب حكم، زق الكوره بعد هو ما هو القصد يا كابتن احمد سليمان، بجد كل واقعه هي دي الفضايح، هي دي الفضايح، مهزله حقيقيه من التحكيم، سواء الحاجات اللي الاهلي اتظلم فيها. يعني انت شفت واحده حسام حسن في ماتش الاهلي والترسانه، لما اتنقل الترسانه محدش لمسه، صفر ضربه جزاء ضد الاهلي، الترسانه مع الزمالك الكره تتعمل بالعرض من الترسانه، يلعبها الكابتن جمال عبد الحميد بايده فياخد ضربه جزاء. يعني بص، يعني هاندبول على الزمالك يتحسب ضربه جزاء. كابتن ياكل والاسماعيلي ويا كابتن رضا برزكري في المصري، الراجل راح ينفرد، انا مش عارف الكابتن لطيف يعني الله يرحمه، والحكم بيقول العب، يعني الراجل وليد اعذار كان وقع على رضا برزكاري وقع عليه، قال لك لا الحكم بيقول العب. حماده المصري، حماده الرومي في ماتش الاسماعيلي ينفرد، جمال عبد الله مدافع الزمالك يقع فوق منه.
كابتن محمود بكر ليه وقع لشيكابالا؟ قال لك بصراحه او لمصطفى فتحي وهو في الزمالك عمل فنت ورجع وقع لوحده. فالكابتن محمود بكر الله يرحمه قال لك بصراحه احنا في رمضان دي ما فيهاش حاجه. كل دي مش فضائح يا كابتن احمد، كل دي وقائع كتيره كتيره جدا. دي بتاعت وليد ازارو اللي وليد ازارو اللي كان حكم ابراهيم نور الدين واللي كان اسال لنا دلوقتي على تطوير التحكيم. كان في حكم خامس واقف في وسط اللعبه والحكم الخامس فوقيه منه في وسط اللعبه. راح كرم جابر واخد ازارو ولافق بيه. كرم جابر كرم جابر بيلعب مصارعه فعلا يعني. لا لا يا كابتن والنبي يعني لا خلاص كل حلقه كده جايب لنا 10 حلقات. كابتن عمرو انور، عمرو انور جون في الزمالك، حتى لو تتكلم على حصاد الاهلي والزمالك، عمرو انور يسرق نفسه من ورا الدفاع ويرقص الجون ويحطها بيحسب فاول. ما تفهمش فاول على مين، ما حدش لمس حد، لكن ما فيش تفسير. وربيع والبطوله ده ماتش ربيع بطولة. ياسين يجيب جون بمباراه بطوله. طب بس يا ولد كابتن محمود عثمان مره كابتن ربيع معانا على التليفون قال لك انا لغايه دلوقتي كنت كل ما اسال الكابتن محمود عثمان انت لغيت الجون ده ليه؟ يقول لي بس يا ولد. هو ما عندوش تفسير، زي ما محمد عادل دلوقتي ما عندوش تفسير. محمد عادل قال لك يخرب بيتك يا ميدو انت جايبني ليه؟ فتتحسب ضربه جزاء يكسب الزمالك بيها المباراه. هو القصد ايه؟ اخطاء التحكيم ممكن تكون وارده وبتحصل، بس زي ما بتحصل للاهلي وضد الاهلي بتحصل للزمالك وضد الزمالك. من الحالات اللي انت عرضتها دي مش اخطاء. لا لا دي مش اخطاء، دي خطايا. اللي انت عرضته ده خطايا، دي كوارث. لعيب ياخد لعيب يقع بيه ولعيب تاني تيجي في ايده يديله هو ضربه جزاء. ايه ده؟ واللعيبه بعيد عن بعض، احنا مش بنتكلم على حالات فيها التباس. ايوه دي حاجات واضحه. هي دي المشكله يا جماعه، لانه الاجيال الجديده ما عصرتش ان جون الكابتن حسن شحاته في الاهلي ماشي. على فكره كوره علاء ميهوب اللي اتلغت في الزمالك انفراد اخطر. لو في صوره ثابته دلوقتي في الاعداد وجت انت هتستغرب ان علاء جاي من نص الملعب وكابتن طارق الجلاد اللي بالايد والراجل اساسا ما فيهوش اي شبهه اوفسايد. مش في دي صفر، دي اخطر من يعني اوضح من كوره حسن شحاته. كوره علاء ميهوب في الزمالك مش في ضرب سماش فولي اتحسب طارق الجلاد في مرمى الاهلي ماتش الاهلي والاتحاد، والمناسبه كان محمود عثمان برضه كده بيلعب طايره واتحسبت جون على النادي الاهلي. هي الفكره كلها فكره الترويج الدائم انه الاهلي التحكيم بيجامله. لا، الطرف المدار جدا من التحكيم في وقائع كارثيه ليك شفتوا قد ايه النادي الاهلي، واللي بيتجامل النادي الزمالك، واللي بيدار احيانا النادي الزمالك، واللي بيدار كثيرا النادي الاهلي. بس فكره يا كابتن احمد سليمان ان انت تعتبر حائط المبدا حائط المبكى التاريخي ان كل المشكله جون حسن شحاته اللي ضيع تاريخ والكاسين اللي قدام السموحه، وانت عندك كوارث الزمالك استفاد منها والاهلي اضير منها. هي دي المشكله. ادي بتاعت علامة ايهوب كويس ان الزملاء جابوها. اتفضلوا الناس اللي بتعمل خطوط دلوقتي قولوا لي علامة ايهوب رجله على نص الملعب وكان لسه جاي والكابتن خطيب هيحطها له. الكره دي طب بصوا دي اوفسايد ازاي؟ الكره طلعت من كابتن خطيب لعلاء رايح ينفرد يجيب جون اهلي وزمالك، لكن محدش بيقول على ما يهوب اتلغى له انفراد يجيب جون، كله بيتكلم في جون حسن شحاته لان هي دي الواقعه اللي الناس عايشه عليها. اعتقد من الكوارث الكتير جدا، والجزء التسع حالات اللي انتوا شفتوها فيها ما يكفي.